تواصل الإمارات العربية المتحدة إغاثة سكان قطاع غزة، حيث أطلقت حملة كبرى لتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر الفلسطينية للتخفيف من معاناتهم في ظل شح المياه والمجاعة والنقص الحاد في المواد الغذائية نتيجة منع تدفق المساعدات إليهم. الحب والتقدير والاحترام لدولة الإمارات الشقيقة. الحمد لله احنا بنحب الإمارات. شكرا يا دولة الإمارات. كل الحب للإمارات، كل الشكر للإمارات. شكرا لمساعدة الإمارات ونتمنى المزيد. شكرا من غزة وشعبها للشيخ محمد بن زايد.